كان الوطن ما بيناتهم. يعني علاش السيادة؟ علاش احنا يعني احنا مضحية؟ وش احنا مريد تغلط على نفسنا ولينا لا بمقاطعة قواها ولا اهل الشبعة في بلاصة كيما صوا علينا احنا. بسم الله الرحمن الرحيم معكم فاعل في الامر العظيم. ما تسيبوش عليكم بلاصة تغلطوا على هاد الناس وما تلقوا حتى شي حاجة وفي المخرج اي مقاطعة ولا اي مجلس اي حاجة تلقاهم كيما صوا علينا احنا كيما صوا علينا ماشي بيناتهم كيما صوا علينا احنا. واحد تيقول لك غنجيب الوثائق شوية كيجي ما كيدير لا وثائق لا والو. علاش كاع داك التصريحات؟ تيقول لك هو نائب الرئيس العمدة تيقول لك انا عندي وثائق نجي نحن كيفاش حنا ما لقينا لا وثائق لا والو. يعني شنو كاين تواطؤ؟ كاين تواطؤ ما بيناتهم. يعني علاش السيادة؟ علاش حنا يعني حنا مضحية؟ وش احنا مريد تغلط على نفسنا ولينا لا بمقاطعة قواها ولا اهل الشبعة في بلاصة كيما صوا علينا حنا. حنا اللي درناها ولعبنا معاهم حتى بحالهم كيعرفونا ولا بحالهم ما كيعرفونا. ملي كانت الوثائق جبنا الوثائق ونعرف حتى حنا هاد الناس نعرفو حنا كاين الشبابيه والديمقراطيه. زعما كاين لا شبابيه لا ديمقراطيه. يعني كاين تواطؤ كيطبقوا علينا حنا كيطبقوا علينا حنا باش هما كيتسابوا.